بعثت له بعثت له رفيقتي لعنده على على محل شغله يعني رفيقتك لتعمل شو؟ آه... لحتى توقعوا انه تقدر انها تاخده على الاوتيل وانا لقطته <applause> <applause> انا لقطته يعني <applause> ولعبت معك الدور؟ ايه لعبت شو عملت؟ ايه زبطت حالها كثير وراحت لعنده وقت اللي شافها يعني انبهر فيها يعني قال لها معك سيارة قلت أطلو... له ايه قال أم... لها انطريني أم... أم... بالطريق محل معين أنا إيه نطرته هي انا كنت هوني معي سيارة وقت طلعت معه هي بالسيارة أم انا ضليتني ورا هو ما عارف انه انا وراه يعني وصلوا على الاوتيل قام قلت بس مضطرة بدي احكي مع الماما بس الا انه دير بالي على الاولاد يعني هي اصلا ما انا ولا شيء قام فتحت التليفون قالت لي انا مطرح الفلاني قلت ايه بعرف انا وراكي اجا بلش بده يداعبها يعني قام قلت له لا انه ما بدك تفوت تعمل لك دش يعني وتطلع قام أه. قال لها ايه هون انا يعني شو كنت قايلت لها بتسرق ثيابه كلياتهم وبتقفل عليه الباب من ورا وانا تحت هي سرقت له كل ثيابه ونزلت وانا كنت ناطرتها تحت بالسياره اخذتها ورحت قبل ما تكملوا اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس قام اتصل فيني قام قال لي يا رندا انه الله يخليكي انا بورطه قلت له اي ورطه قال لي انا بلا تياب قاعد بالاوتيل قلت له كيف بلا ثياب مين لك ثيابك؟ قام قال لي في وحده ضحكت علي قلت له اي وحده ضحكت عليك؟ انت وين؟ انا كنت حده يعني انا رحت ضليتني شي ساعتين ورجعت تركتي تركته هيك كما هو رجعت <تركت> 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 انا قلت له انه كيف هيك عم بيحكي لي القصه هو عم انا صرت هون كل شيء لاقي قدامي اضربه فيه رجع سال عن صاحبتي صار يبرم علي بس ما عرفه مني اصعب شيء عند المراه الخيانه لانه المراه بترضى يعني بالفقر بترضى بكل شيء بس الخيانه ما بترضى فيها فيني يكون صريح معك؟ انت عم تحكي عن الخيانه لما كنت بدك تتزوجي زواج التالي بتقبلي تتزوجي رجل متزوج او لا ما بتقبلي برجل متزوج لا بقبل برجل بق بق متزوج ايه بنزل درة بس ما الضرة تنزل علي انا نزلت على درة بتفضلي يطلقوا زوجاتهم او لا لما بتجوزي رجل جديد اذا انا الثانية لا ما يطلقون هاي دي لو مشيلي لقاه عندي ما لقاه عن مرته الاولانية ما كانت تزوجني تعتبر خيانة هيدي هي خيانه اليوم المراه اللي هي رفضت الخيانه واللي رفضت تعتبر اقصى انواع العنف على المراه لما الرجل بخونها ليش بتقبل تكون اداه تهدم عيله وتكون اداه خيانه ايه مع اكيه رجل اكيه متزوج انا انا برفض انه الزلمه انه يطلق مرته لسبب انه بده يتزوج بس نفس الشيء انت عم بتكوني لما, لما أنا لما عم يتع... بيت... لما عم, تقاصل... عم تتقاسم مع رجل اخر هيدي خيانه خيانه؟ لا هيدا الشيء بعدنا عم نقول انه الله محلل الطلاق والزواج يعني كانه رندا هي عم بتكون آه عنصر ما انا ما بعرفها، انه ما بكون بعرفها اصلا اللي بتكون ضرتي انا ما بكون بعرفها بكون بعرف الشخص اللي هو بده يتزوجني إيه؟ ولقيت انا انه انا انه هيدا الشخص المناسب انه انا اتزوجه فتزوجته، انه اللي بدي شوف شخص انا وكون انا وياه نفس العقل ونفس اللي انا بدي اياه اكيد انه انا بفكر بحياتي باستقراري يعني مع الشخص اللي انا بدي اياه سواء انا مزوج ولا ما انا مزوج لاروع القصص اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب